ورشة بوكسينج مينا. أنت مسؤول عن بروجكت لبنان، بروجكت مانجر تبع بروجكت إربيل صحيح بأي إف بي صح. فيك خبرنا أكثر عن وجودك ببروجكت لبنان، كيف كان، كيف لقيت بروجكت لبنان هذه السنة؟ أوكي، أنا صراحة أنا مدير شركة الأي إف بي بالعراق، وجيت من العراق لأحضر واستمتع بالمعرض اللي شايفينه يلي جدا ممتاز من ناحية القبول ومن ناحية عدد الشركات المشاركة فيه وعدد الزوار أيضا وعدد الزوار الخيالي يعني اللي يعتبر جدا ممتاز. جيت صراحة لحاول افتح ارجع سوق بين لبنان وبين العراق بمكان يعترف وما زال يعترف فيها بإربيل كردستان، يلي هي الباب الآمن للدخول شركات لبنانية للعراق. وهون بحب اقول لك انه بمناسبة تنصيب رئيس اقليم كردستان الجديد وفي انتخاب للحكومة يعني قريب جدا، بسائب معرضنا مباشرة بعد 3 اشهر يعني ب 30 سبتمبر ل 3 اكتوبر معرض اربيل الدولي يلي بيضم بقلبه بروجكت عراق يلي هو النسخة يلي بتشبه النسخة بروجكت لبنان، وعم نحس اللبنانيين والسوريين والعرب اللي عم تشوفهم اليوم زوار بالمعرض ان كانوا زوار ام مشاركين ليستعملوا هالمومنتوم يلي رجعت فيها اربيل على الساحة الدولية بعد ما كان صار لسنتين تقريبا مرحلة ركود بسبب الأوضاع المنطقة كانت عم تقطع فيها. بقى هيدا سبب وجودي اليوم هون، وجودي لحسهم ليطلعوا ويستعملوا المومنتوم يلي هو هلا حاليا موجود ليقدروا يستفيدوا بقدر الإمكان ليفوتوا على السوق العراقي الكامل عبر بوابة كردستان العراق يلي هي إربيل. أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله هيك يكون بروجكت إربيل ناجح. شكرا. إراك الأحرى ناجح. شكرا. 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 ش